تجدد المواجهات في اليمن بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. مروحية النظام السوري تستهدف مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي بالبراميل المتفجرة. والعبادي يتسلم أسماء رشحتها أغلب القوى السياسية للتشكيلة الوزارية الجديدة. أهلا بكم. البداية من اليمن، حيث تجددت المواجهات بين الحوثيين وقوات صالح من جهة والمقاومة الشعبية في تعز من جهة ثانية بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. وسجل المجلس العسكري بمحافظة تعز أكثر من 25 خرقا منذ بدء سريان الهدنة منتصف ليل الأحد إلى الاثنين، فيما رد التحالف العربي بغارات على مواقع لمسلحي الحوثي وقوات صالح في تبة سلال. من جانبه، ناشد المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ود الشيخ أحمد طرفي النزاع إلى احترام بنود اتفاق وقف الأعمال القتالية وشروطه، مذكرا بأن الهدنة يجب أن تتيح وصولا حرا للمساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين. ينضم إلينا من العاصمة صنعاء مراسلنا خليل القاهري. خليل، نقف معك عند تفاصيل الخرقات التي شهدها اليوم الأول من الهدنة في اليمن. نعم، يعني وفقا لشهود العيان واخر المعلومات، فان يعني منذ الساعات الاولى لدخول وقف اطلاق النار حيز التنفيذ فقد تم خرق هذه الهدنه وهذا الوقف المفترض لاطلاق النار منذ الساعات الاولى، واستمر هذا الخرق حتى ساعات الصباح الاولى لاكثر من مره، حيث شهدت الجبهتان الغربيه وايضا الشرقيه لمدينه تعز مواجهات عنيفة وقصف متبادل وقائع عنيف على الأحياء السكنية، بالإضافة إلى بعض المعلومات أشارت إلى سقوط طفل قتيل وخمسة أطفال جرحى جراء القصف العشوائي وسقوط بعض القذائف العشوائية، بالإضافة أيضا إلى تشدد المواجهات في محيط اللواء 35 غرب مدينة تعز وفي منطقة الضباب، حيث تدور معارك كر وفر لفرض السيطرة على خط الضباب تعز المؤدي الى عدن، وهو نعم خط الاستراتيجي الذي يحاول كل طرف فرض سيطرته عليه، بالاضافه الى تجدد المواجهات في منطقه الوزعيه غربي تعز. هناك ايضا اخر المعلومات اشارت الى ان تجددت المواجهات في منطقه نهم شمال شرق صنعاء، وطيران التحالف نفذ عده غارات جويه سواء في نهم او ايضا في تعز، نعم خاصه في منطقه صاله. نعم، كيف سيكون تأثير هذه الخرقات على مفاوضات السلام بين أطراف النزاع المزمع عقدها في الكويت في 18 من الشهر الجاري؟ نعم، بكل تأكيد في حال استمرت المواجهات والخروقات خلال الساعات القادمة فهذا يعني أن وقف إطلاق النار يعد فاشلا منذ مراحله الأولى، وبالتالي هذا يحمل تبعات سلبية وقد يؤدي إلى تجدد المواجهات بشكل مستمر وعدم توقفها حتى الأيام القادمة، ولا يؤسس لمرحلة سلام يعني يمكن بعدها التوجه إلى مفاوضات الكويت. ولكن ما تزال كافة الأطراف اليمنية هنا يعني تبدي مزيد من حسن النوايا، على اعتبار أن الساعات القادمة يمكن أن تهدأ جبهات القتال والمعارك المختلفة تأسيسا لمرحلة هدوء لاحقة. خليل القاهري مراسلنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك على مجمل هذه التفاصيل. إلى سوريا، حيث أفاد ناشطون ميدانيون أن مروحية النظام الحربية استهدفت مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي بالبراميل المتفجرة. وأضاف الناشطون أن الغارات أسفرت عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين، فيما تعرضت قرى مجاورة لقصف مدفعي مكثف. يذكر أن عشرات الآلاف من المدنيين المقيمين في بلدات ريف حمص الشمالي يعانون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام على المنطقة فضلا عن القصف المستمر. 11/6/11/4 استهداف مدينة. أفادت مصادر ميدانية بمقتل مدنيين اثنين وجرح عدد آخر جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية المدخل الشمالي لحلب المعروف باسم طريق الكاستيلو. كما أعلنت وكالة أعماق التابعة لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية سيطرة التنظيم على عدة قرى في ريف حلب الشمالي، من بينها بلدة الراعي إثر معارك عنيفة مع فصائل المعارضة السورية.
وفي سياق متصل أعلنت وكالات إيرانية مصرع أول ضابط من قوات النخبة الإيرانية الملازم محسن قطاصلو التابع للواء أو للواء 65 في معارك ريف حلب الجنوبي. في الشأن العراقي، كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي للتلفزيون العربي عن تسلم رئيس الوزراء حيدر العبادي أسماء رشحتها أغلب القوى السياسية للتشكيلة الوزارية الجديدة، ونفى البياتي صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المحلية من أسماء لمرشحين من القوى السياسية لشغل منصب أو المناصب الوزارية. ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسته يوم غد الثلاثاء للتصويت على قائمة مرشحي حكومة المستقلين. ينضم إلينا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، ماذا في تفاصيل الأسماء التي ستطرح إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ نعم هشام، لم يتم تأكيد أي من الأسماء التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية في العراق والتي تم تسريبها من قبل بعض القوى السياسية، فيما يؤكد مكتب العبادي بأنه تسلم ترشيحات بعدد من الأسماء من أغلب القوى السياسية، في إشارة إلى التحالف الوطني الذي يمثل المكون الشيعي في العراق بالإضافة إلى تحالف القوى السنية، ولم يتبقى إلا تحالف الأكراد التحالف الكردستاني الذي لم يسلم لحد الآن قائمة مرشحيه لثلاثة وزراء على أساس أن يتم تقديم 9 أسماء، يختار العبادي 3 منها، وبالتالي العبادي سيحضر أو لن يحضر جلسة الغد بناء على تقديم الأكراد لمرشحيهم، وبالتالي إذا حضر العبادي فإنه سيحضر بقائمتين لحكومتين، إحداهما للتكنقراط أو المستقلين والأخرى تضم قائمة ب22 وزيرا من ترشيحات القوى السياسية، وهي إشارة واضحة إلى فرض القوى السياسية لرأيها في النهاية على رأي العبادي الذي رضى في آخر الأمر للتوافق السياسي الذي تحقق خلف الكواليس سواء في الحكومة أو البرلمان بانتصار القوى السياسية التي ستفرض لاحقا رأيها بحكومة من ترشيحات الأحزاب وليست من حكومة المستقلين كما تؤكد مصادر في الحكومة وفي البرلمان. طارق ماهر مراسلنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. نبقى في العراق، حيث أعلن مصدر أمني عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين في تفجير وقع غربي العاصمة بغداد. وأوضح المصدر أن مسلحين فجروا عبوة ناسفة بالقرب من سوق شعبي في حي البكرية، الأمر الذي أدى إلى مقتل وإصابة 9 من المدنيين نقلوا على إثرها إلى المستشفى، بينما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث بحثا عن المنفذين. أعلن قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي تحرير قائم مقامية قضاء هيت بالكامل من قبضة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وأكد المصدر مقتل العشرات من عناصر التنظيم على يد القوات العراقية مضطرهم إلى الانسحاب من المنطقة. يذكر أن القوات العراقية حررت قرى ومناطق واسعة في هيت منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير المدينة الواقعة غربي الرمادي مركز محافظة الأنبار. في شأن الفلسطيني، شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم بإغلاق منزل فلسطيني في حي صور باهر بالقدس المحتلة، ويعود المنزل لوالدة الأسير الشاب عبد دويات الذي تتهمه بالتسبب في مقتل مستوطن نتيجة إلقاء حجارة عليه أثناء قيادته لمركبته قرب صور باهر قبل 7 أشهر. لم يستطع أفراد عائلة دويات حبس دموعهم بعد أن شاهدوا ما فعله الاحتلال بمنزلهم. البيت أغلق بسد أبوابه ونوافذه بالقضبان والصفائح المعدنية ليمنع ذوي الأسير الشاب عبد دويات من دخوله مجددا. غير أن تستأجرها دار مسكين ونسكنها فيها، يعني فيش وضع أي فيش ولا دار ظل عندها أنا ولا غرفة، شايف شو بنسوي. وكان سلطات الاحتلال قد اعتقلت الابن الوحيد للأرملة سارة دويات بعد أن اتهمته إلى جانب 3 شبان آخرين بالتسبب في مقتل مستوطن نتيجة إلقاء الحجارة على مركبته في أيلول من العام الماضي، تهمة تنكرها أسرته. صار على أي نحفة، على أي مشكلة صغيرة يعملوها فيها إنه إرهابي وما بعرف إيش، وعبد يعني نسمة لا بعرف إرهاب ولا بعرف يعمل إشي ولا بعرف، شاب هادي الكل بيشهد له، كل شباب البلد بتشهد له.
عملية إغلاق المنزل تزامنت مع عقد محكمة الاحتلال جلسة للنظر في قضية عابد حضرته والدته وسط خوفات من أن يحكم على ابنها بالسجن المؤبد. يتهم الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلي بازدواجية المعايير، فحينما يتسبب فلسطيني بوفاة مستوطن يصدر الاحتلال قرارا فوريا بإعدامه أو تدمير منزله، وبالمقابل يماطل في معاقبة قتلة الفلسطينيين من الإسرائيليين قبل الإفراج عنهم في معظم الأحيان. من قرية صور باهر بالقدس المحتلة، بشار صغير، التلفزيون العربي. اتهمت منظمة Human Rights Watch سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالإساءة إلى الأطفال الفلسطينيين بالضفة الغربية خلال احتجازهم. وأفاد تقرير للمنظمة أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية ازداد بأكثر من الضعف منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي. وكشفت مقابلات مع أطفال تعرضوا للاعتقال ومقاطع فيديو وتقارير محامين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لجأت بلا ضرورة لاستخدام القوة أثناء اعتقال الأطفال واحتجازهم، وأن الأطفال تعرضوا للضرب خلال احتجازهم في ظروف غير آمنة كرست أو كرست الإساءات بحقهم. بعد 3 سنوات من انتظاره، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قرار الضمان الاجتماعي الذي سيدخل حيز التنفيذ في 20 من الشهر الجاري، إلا أن بنود القرار أثارت عاصفة من الاحتجاجات. التقرير التالي والتفاصيل. أقر رئيس السلطة الفلسطينية قبل أسابيع قانون الضمان الاجتماعي الذي انتظره الفلسطينيون منذ سنوات. القانون لاقى استنكارا واسعا لدى الأوساط النقابية التي شنت حملة لإسقاطه بسبب عدد من المآخذ، أبرزها تفاوت نسب المساهمة بين العامل وصاحب العمل وغياب لجنة حكومية في الإشراف على صندوق الضمان. احنا عندنا مطلب أساسي بوقف القانون، العمل بالقانون، إعادته لحوار مجتمعي وطني واسع ممثل جميع الأطراف، والقصد في واسع وممثل أنه الحوار السابق ما كان ممثل واسع. إحنا على الأقل متوقعين أن فترة السنة هي كافية تكون يتم إعادة تشكيل القانون فيها. ويضيف القائمون على الحملة أن القانون تم إقراره على عجل دون ترك خيارات أمام المنتفعين منه. أما لجنة صياغة قانون الضمان فتقول إن هناك بعض النقاط الخلافية التي يمكن تسويتها بالمفاوضات باستثناء تلك الخاضعة لقوانين. الدولة لن تكون ضامن لأي نظام إذا غير ضامن لموظفيها، فكيف ستقوم الدولة بضمان صندوق آخر؟ إذا الدولة بدها تضمن لازم تسلم الإدارة، إذا تسلم إدارة الصناديق كلياتها للدولة بتقوم الدولة بالضمان. ما مش معقول إني أنا أدير مؤسسة والدولة تضمن شغلي، يعني هذا يتعارض مع أبسط المبادئ الديمقراطية والمالية والمحاسبة. وتعتزم اللجنة الوطنية للضمان الاجتماعي التصعيد من خطواتها بعدم الالتزام بالقانون في حال المضي قدما بتطبيقه، مطالبة بإعادة صياغته وإضفاء صبغة توافقية عليه. الجدل الواسع حول بنود قانون الضمان الاجتماعي والاحتجاجات المطالبة بتغييره لا ينفي أن إقراره خطوة لاقت ترحيبا بعد أن طال انتظارها، إلا أن بقاءه بصيغته الحالية سيجلب الكثير من ردات الفعل والحراك النقابي. يارا العملي، التلفزيون العربي، رام الله. إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أعادت السلطات تشغيل مترو الأنفاق بنسبة 75% في مسعى ولو تدريجي لعودة الحياة إلى طبيعتها. وينضم إلينا من العاصمة بروكسل مراسلنا لبيب فهمي. لبيب، لك أن ترصد لنا الأجواء وكذلك الإجراءات الأمنية التي رافقت افتتاح مترو الأنفاق في بروكسل اليوم. نعم، بالنسبة تم افتتاح كما قلت 75% من مترو الأنفاق، سواء تعلق الأمر بالمحطات من جهة وأيضا بأوقات الخدمة من جهة أخرى، والمواطنون مسرورون بهذا القرار الذي كان قد فرض من قبل على المواطنين إيجاد بدائل أخرى للمترو الذي لم يكن مفتوحا بشكل كامل ولا بساعات الخدمة الكاملة. إعادة تشغيل المترو بهذه النسبة هو جاء بعد قرار السلطات البلجيكية بإضافة الاحتياطات الأمنية داخل المحطات. هناك أكثر من 300 جندي أضيفوا إلى الجنود الموجودين حاليا في الشوارع العاصمة، بالإضافة إلى الشرطة، وهناك نوع من كما تقول السلطات نوع من الحماية القصوى لمحطات مترو الأنفاق التي تم فتحها إلى حد الساعة، وهو ما يشكل نوعا ما خطوة تدريجية نحو فتح مترو الأنفاق بشكل كامل، وهو لن يتم سوى بعد التحقق من أن الأمن موجود في كل هذه المحطات قبل فتحها كاملة. إذن فهناك جزء من جهة فتح لجزء تدريجي للمحطات، ومن جهة أخرى قبول وترحيب من قبل المواطنين لأنها نوعا ما خطوة للعودة إلى الحياة بشكل تدريجي. لبيب فهمي مراسلنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك.
فتحت مراكز الاقتراع أبوابها اليوم في إقليم دارفور غرب السودان للاستفتاء على مدى 3 أيام حول الوضع الإداري لهذه المنطقة، ويحق لنحو 3.5 مليون شخص المشاركة في الاقتراع الذي سيحدد وضع الإقليم ما بين الوضع الإداري القائم حاليا ب5 ولايات أو دمجها في منطقة واحدة، فيما يقاطع المتمردون التصويت في الاستفتاء. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مهرجان كتارا في الدوحة، 30 شاعرا من جنسيات عربية وأجنبية يتنافسون على لقب شاعر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم من جديد. في الشأن الدولي، تعرضت مديرية للشرطة الروسية لهجوم من قبل 3 انتحاريين صباح اليوم، حيث فجر أحدهم نفسه بالقرب من مركز للشرطة في منطقة ستافوربول الواقعة شمال القوقاز الروسي. وأكدت وزارة الداخلية الروسية تصفية مسلحين 2 شاركا في الهجوم. من جانب آخر، أفاد شهود عيان بسماع دوي سلسلة تفجيرات وأصوات إطلاق نار في مكان وقوع الهجوم. والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. أصدر البنك الدولي تقريرا خاص فيه أسواق الصكوك الخليجية، مذكرا بالحاجة الماسة لتطوير قوانينها المنظمة وبناها التحتية لدفعها قدما. مع الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تراجع قيمة الصكوك الخليجية في الربع الأول من العام إلى 767 مليون دولار. تنوي الحكومة الجزائرية طرح سندات محلية لتنويع مصادر التمويل ومواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط. سيمتد أجل السندات ل3 أو 5 سنوات مع نسبة فائدة ب5.75%. مع الخطوات الحثيثة التي تقوم بها الحكومة الإيرانية لرفع مستوى صادراتها النفطية، أقدمت على خفض سعر خامها الخفيف ب10 سنتات إلى الأسواق الآسيوية مع اعتماد اليورو بدلا من الدولار الأمريكي. يذكر أن الصادرات النفطية الإيرانية وصلت في مستوى الحالي إلى 2,225,000 برميل يوميا. أعلنت المفوضية الأوروبية الاستمرار في ملاحقة عملاق التقنية الأمريكي أبل للتهرب الضريبي، بالرغم من خطوات الشركة الأخيرة استرجاع 200 مليار دولار من حسابات أوفشور والتدقيق في الاتفاقات الضريبية الموقعة مع الحكومة الأيرلندية. يذكر أن القيمة الضريبية المقدرة لأرصدة أبل الخارجية تصل إلى 30 مليار دولار. أعلن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبل أنه ينوي تقديم خطة من 10 نقاط لمكافحة الملاذات الضريبية عبر وضع لائحة سوداء موحدة بالملاذات الضريبية التي ترفض التعاون. يذكر أن بنما رفضت التعاون مع منظمة التنمية والتعاون OECD، الأمر الذي يرجح تصدرها القائمة السوداء. قتل شخصان وأصيب 7 آخرون جراء انفجار قنبلة مزروعة في الطريق لدى مرور حافلة صغيرة تقل عاملين في وزارة التعليم الأفغانية بالعاصمة كابول، حسب ما أفاد مصدر محلي. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية أن سبب الانفجار قنبلة مغناطيسية ألصقت بالحافلة. من جهتها، طالبت وزارة التعليم من قوات الأمن تقديم الجنات إلى العدالة في أقرب وقت ممكن. والآن في جولة مع أخبار الرياضة. نبدأ
يبدأ الجولة الرياضية من الملاعب القطرية، حيث فشل السد باستعادة المركز الثاني في دوري نجوم قطر، وذلك بتعادله بهدفين أمام الريان الذي حسم لقب الدوري قبل عدة جولات. الريان افتتح باب التسجيل في الشوط الثاني عبر الإسباني سيرجيو غارسيا بهدفين، وقبل أن يطرد زميله في الفريق فيكتور كاشيرس بالصفراء الثانية، فاستغل صاحب الأرض التفوق العددي ليعادل النتيجة عبر حسن الهيدوس ومحمد كاسولا، وليرفع الريان رصيده الاثنتين وستين نقطة من هذا التعادل، فيما بقي السد ثالثا من 46 نقطة. توج يوم أمس الأرجنتيني خوان موناكو غير المصنف بلقب بطولة الولايات المتحدة الأمريكية للتنس على الملاعب الترابية، وذلك بعد فوزه بمجموعتين لواحدة على حامل اللقب المصنف الرابع الأمريكي جاكسون، وبواقع 6-3 و7-5. حققت المصنفة السابعة الأمريكية سلوان ستيفنز يوم أمس لقب بطولة فولفو كار المفتوحة للتنس، والتي أقيمت في ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، وذلك بتغلبها على الروسية يلينا فيسنينا بشوطين نظيفين وبواقع 7-6 و6-2. نجح الإسباني مارك ماركيز بتحقيق الفوز الرابع له على التوالي بسباق جائزة أمريكا الكبرى للدراجات النارية يوم أمس، وبهذا الانتصار عزز الإسباني صدارته للترتيب العام وأنعش آمله بتحقيق الفوز الثالث على لقب العالم، وقد شهد هذا السباق سقوط عدد كبير من المشاركين عن دراجاتهم. ختام جولتنا الرياضية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، حيث سجل ستيفن كاري 37 نقطة قاد بها فريقه جولدن ستيت ووريرز إلى انتصار مثير على سان أنطونيو سبيرز باثنتين وتسعين نقطة مقابل 86، وبهذا الفوز عزز جولدن صدارة جدول ترتيب القسم الغربي ووضع حدا لمسلسل سان أنطونيو بالحفاظ على رصيده الخالي من الهزائم على أرضه. في العاصمة القطرية الدوحة يتنافس على مدى 5 أيام 30 شاعرا من جنسيات عربية وأجنبية في مسابقة مهرجان كتارا لشاعر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتهدف هذه الفعالية لإحياء التراث العربي واستعادة فصول السيرة النبوية وتعريف الأجيال الصاعدة بها، وسيتوج الفائز بالمركز الأول بلقب شاعر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. التقرير التالي والتفاصيل. ديوان العرب شعرهم، وفيه خلدوا قصائد مدح تتغنى بسيرة الرسول الكريم، وعلى ذات الأثر صار الحي الثقافي في الدوحة، واختار أن يحيي قصائد المديح النبوي في مهرجان كتارا لشاعر الرسول، المسابقة الشعرية الأولى من نوعها في العالم العربي والإسلامي. هدف رئيسي وهو حب الرسول وإيصال الرسالة الأهم، وهي السلام والتسامح والحب بين الشعوب. يقول القائمون على المسابقة إنهم يأملون من خلالها في تعريف الجيل الصاعد باللغة العربية كما سمحت الرسول الكريم، ويأملون أيضا في رسم صورة مشرقة عن دين يحاول البعض جعله رديفا للإرهاب والتطرف. صياغة المدائح النبوية بالشعر الفصيح يخدم اللغة العربية ويخدم الأجيال التي تستمع على مثل هذا النوع من الفعاليات، ويخدم أيضا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. 30 شاعرا يتنافسون على مدى 5 أيام في نظم قصائد المدح بعربية فصيحة بوزن وقافية، ليقنع واحد منهم لجنة التحكيم ويتوج شاعرا للرسول. ليس العرب وحدهم من يشارك هنا، بل يتبارى معهم شعراء مسلمون من جنسيات أجنبية يعرفون أنفسهم عربا أيضا، فالعربي عربي اللسان على حد قولهم. هنا في العاصمة القطرية الدوحة يعيد مهرجان شاعر الرسول إحياء التراث العربي والتذكير بسيرة للعرب كانوا فيها صنع حضارة. سارة إدخورسة، التلفزيون العربي، الدوحة. افتتحت في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس الدورة الثالثة لمهرجان أيام قرطاج الموسيقية بعرض موسيقي يحمل عنوان عطور، ويقدم المهرجان مقطوعات موسيقية بقالب ممزوج بين أصالة الثقافة التونسية ومواد بصرية وصوتية طافت بالسامعين بالموروث الثقافي الموسيقي ل24 ولاية تونسية.
على أنغام الموسيقى التونسية افتتحت الدورة الثالثة لأيام قرطاج الموسيقية. العرض استوحي من الخصوصية الموسيقية التونسية، تخلله إضافة مادة بصرية وصوتية تقليدية عصرية في الوقت نفسه على المعزوفات والألحان. منظمو المهرجان يطمحون لدور أساسي للشباب في تعزيز الإرث والحوار الثقافي وقبول الآخر بالموسيقى التونسية ثراء وانفتاحا أصالة وحداثة. الملحن وعازف البيان التونسي محمد علي كمون الذي أبدع في تنويع المقطوعات الموسيقية المعبرة عن الممزوج الثقافي لمختلف الولايات التونسية والتي عبر عنها تحت اسم 24 عطرا نسبة لولايات تونس 24، مقطوعة جابت بالسامعين في رحلة في أنحاء تونس عبر عبق الموسيقى، تخلله مزيج من الموسيقى التونسية التقليدية والجاز والموسيقى السنفونية والفنون البصرية تعبيرا عن الإبداع والتجديد. دورة استثنائية، دورة متميزة، عندكم 40 عرض موسيقي في مختلف الولايات التونسية، عندنا 11 ولاية تونسية مبرمجين. لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان اختيرت من عدد من موسيقيين وفنانين تونسيين وعرب من الأردن ولبنان وبرئاسة المطرب التونسي عدنان الشواشي من أجل إثراء التنوع الكبير الذي تتمتع به الموسيقى التونسية على مستوى أصنافها وألوانها القائمة على موسيقى ذات طابع عصري وتراثي كلاسيكي وشعبي. ختام النشرة، السلام عليكم.